رجعتي على بيروت وأسستي مشغلك الخاص يلي نحنا فيه اليوم، وأطلقتي أول مجموعة خاصة فيك باسم تداعيات رومانسية بألوان الباستيل. هل اكتمل الحلم عند فدوى حايك بعودتها لبيروت؟ لا أكيد لا، بعد في أحلام كتير، بس بعدنا بأول الطريق. يعني هذه شو بقولوا الخطوة الأولى من هالحلم. حطينا الأساسات وبعدنا على أول درجة ومكملين إن شاء الله. بعد في أحلام كتير جاية. فدوى، خبرينا عن تفاصيل مجموعتك الأولى لربيع وصيف 2019، ويلي بتشمل فساتين زفاف وسهرات وخطوبة وتخرج. مجموعة هي شوي هيك سمبل، بعتبرها أنا بسيطة، منا كتير فيها أشياء كتير شغل. يعني إنه مثل ما هلأ ما بعرف بتحسي هلأ بالسوق صار في أشياء كتير معجقة، في كتير فيها شغل تقيلة. أنا الأسلوب بحب الأشياء البسيطة السمبل اللي ما فيها كتير تعقيدات يعني. وكانت الكولكشن هيك ألوان فرحة مع الصيف، إنه خفيفة باستيل وبتناسب كل الأذواق. بعد ما عملت ريسيرش طويل على السوق، ومش بس هون حتى لبرا، نقيت طريق إنه أنا منه كتير متكرر بالسوق. قلت أنا هذا طريقي، وإن شاء الله بيكون الستات يحبوه وشجعوني عليه.